الرحمن الرحيم. اليوم نشرح كيفية صنع مايكروفون أو المايك من السماعة الأذن القديمة والمكسورة. نعم، فأخذنا السماعة هذه الحجم، كان بداخل السماعة القديمة المكسور، وربطناه بهذا الشكل مع نعم. سوف نجرب، نضع في مكان التسجيل الصوت. نعم، نلاحظ وجود إشارة. ألو 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 ألو. نعم، وجود الصوت داخل، تظهر داخل اللابتوب. نعم، ألو. نعم نعم نأتي بقاعدة المصباح. نعم، قاعدة المصباح بسيط ورخيص. ثم نأتي بإنبوب الماء. نعم، بقطعة صغيرة. نعم، نقوم بربط السلك، السلك السماعة. نعم، بواسطة بلاستيك، شريط بلاستيك أو تيب. ربطنا. نعم، نقوم بوضع أنبوب الماء نربطه مع قاعدة المصباح بهذا الشكل. ثم بهذا الشكل سوف نضع السماعة داخل قاعدة المصباح. نعم، الله أكبر. نضع السماعة داخل الأنبوب أو قاعدة المصباح. نعم، نعم، بهذا الشكل. أصبح بهذا الشكل. نعم، سوف نأتي بقطعة من الإسفنج، إسفنج مستعمل. ثم سوف نكمل صنع مايكروفون. نعم، ثم نربطه بالشريط بهذا الشكل. نعم، نعم، ربطناه بالشريط، أصبح منظره جميل. نعم، سوف
سوف نربط الإسفنج مع قاعدة المصباح أو السماعة بشريط بلاستيك. نعم، وهكذا ربطنا الشريط مع إسفنج. سوف نعدله، هو مربوط الآن. نعم، بهذا الشكل، ونجربه إن شاء الله. نعم، سوف نكمل. غيرت الواير، وهذه نوعية أفضل من الأول لأنها مخصصة للمايكروفون. نعم، وله خطوطان، ثلاث أقسام، يجب أن يكون ثلاث أقسام وليس أربعة. نعم، هذا أفضل من الأول. نعم، نعم، وهكذا انتهينا من عمل صنع ميكروفون. سوف نجربه. نعم، ألو. نعم، نجرب. ألو، ألو، ألو. وهكذا. الله أكبر. نعم، كلما اقتربت السماعة أو الميكروفون من الفم، نعم، يخرج هذا الصوت. ألو، 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 ألو. نعم، وهكذا انتهت. وهكذا انتهت صنع مايكروفون، وشكرا لكم. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا لكي يصلكم المعلومة الجديدة، وشكرا.